افراط في المثلجات ممكن يكون عنده واحد الريبيركسيون على الصحه ديالنا. شنو ممكن يجعلنا بما ان في لا كومبوزيسيون لي برودوي اللي كاينين في هاد المثلجات اللي هما السكر ومواد دهنيه ومواد كيميائيه. اولا السكر ممكن يعطينا سمنه، ممكن يعطيونا سكري، ممكن يعطيونا ضغط. الافراط في هذه المسائل ممكن تعطينا هذه الامراض، هذه ممكن تعطينا لي زانتوكسيكاسيون الا كنا تنكثروا منها ومن استعمال مواد اخرى اللي فيها دي برودوي كيميك. ممكن انه تكون لانتوكسيكاسيون، يكون عندنا امراض سرطانيه، بزاف المسائل اللي ممكن تكون عندها تكون ان ريبيركسيون على الصحه ديالنا حتى بسيكولوجيكمون، لان دو فات ان كاين فيها السكر الى اخره. هاد الانواع ديال الاكل ممكن تعطي اضطرابات نفسانيه كذلك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.